رابطة محاضرية وخريجية من وخريجين هنا منذ أن تأسست وقع على عاتقها كل ما يحمل المحاضر الموصلي من هموم. هذه الرابطة أسست في عام 2017. في عام 2018 انطلقت التعيينات اللي هي كانت مجحفة بالضوابط والشروط التي أطلقت من الوزارة. نحن بدورنا كنا لسنا راضين عن هذه التعيينات بسبب كونها يعني كانت ظلم وإشحاب بحق المحاضرين عامة. يعني محاضر 2010 فما دون محاضر 2012 ما يطلع تعيينه، ويجي خريج مع احترامي له مع احترامي شهادته خريج 19 يتعين. نزاهة التعيينات يعني ما أقدر أقول لك بالحد اللي كانت قبل بسبب تدخلات حسبية وتدخلات من بعض النواب ومن بعض الشخصيات المعروفة بالمدينة. يعني التعيينات اللي انطلقت كانت مجحفة بحق المحاضرين، يعني نسبة المحاضرين من التعيينات ما تجاوزت 20%. يعني كل صار على المحاضر، الثقل كله صار على المحاضر. يعني يجيك واحد مع احتراماتي للمطبقين مطبق معك 2019 اسمه يطلع بالتعيينات، وانت 3 سنين عندك أوامر إدارية ما يطلع اسمك، يعني هم ظلم. وبعض التدخلات صارت من النواب يعني بشغلة التعيينات، وكلها تعرفها يعني أهل الموصل كلهم يعرفون بهذا الشيء. التعيينات بشكل ما نزيها كانت بسبب التدخل. والله احنا نطالب بالتعاقد وقرار 315، يعني اهم شيء عندنا قرار 315. بالنسبه لتعيينات تربيه 2 كانت مجحفه بحق المحاضرين، لان كان هناك خانات، خانه للخريجين وخانه للمحاضرين، وانما غير محافظات انطوا للامر الاداري على كل امر اداري 6 نقاط. لو هذا الشيء صار بالتعيينات مال تربية نينوى كان نص المحاضرين طلع تعيينهم، والأسماء موجودة اللي طلعت أسماء ما أعرف، حتى أكون منهم 12 نقطة و13 والد 23 نقطة ما طلع تعييني، 23 نقطة وما طلع تعييني، خريج صار لي 3 سنوات.